What are you? Get it open. On it. Hey, you think he's gonna show? He'll bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. Oh, Christ. Move in. I heard stories, you know. Sent three home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. اليوم جايب لكم لعبة خفيفة حجمها جدا بسيط. حجم اللعبة تقريبا 1.89 جيجا بايت. اللعبة هي باتمان، نزلت بالأمس. لعبة يعني شبيهة يعني بصور الكرتون، بس اللعبة جدا ممتازة. أنا حبيت أشارككم في اللعبة. بس قبل لا أشارككم يا شباب في اللعبة، راح أول أتكلم عن شغلة بسيطة. طبعا في جاني كومنت تحت الفيديو اللي انا شرحته بالامس، سيرفايزر او سوري السير فيرم، لعبة السير فيرم. طبعا جاني تعليق من الاخ اللي باسم اجزاء شباب البوم، كاتب لي: لا تحاول تشتهر على الفاضي، ثبت الشرح قدامنا، مو تعلمنا كاننا حمير. انا احب ارد على هذا الشخص. اول حاجة، لو انا عامل اهوى وعامل غيره، الله يجيركم كحمير، ما راح ارد على احد وراح اطنش الجميع. ثاني حاجة، هو لو ذكي ولو هو يعني انا ما راح اعتبره هو رجال، هو بزر، هو معي بزر، لانه هو اصلا يعني غبي، وصل لدرجة الغباء، يعني وصل للسماء. لان اللعبة انا مثبتها على ستيم، كيف ارجع اثبتها من جديد؟ هذه اول نقطة. ثاني نقطة، اللعبة اصلية موجودة على ستيم، ما فيها يعني مشاكل. انت تضغط عليها من ستيم مثل ما شرحت بالشرح، تضغط على بلاي ناو على طول راح تتحمل معك اللعبة وراح تثبتها تثبيت عادي. فكيف انا اثبتها له او اثبت قدامه اهو عشان اهو يقتنع؟ واللعبة من الاساس موجودة في ستيم، ثبتها انا من قبل. فيعني يرحمنا بالكومنتات اللي يدزها تحت القناة. للأسف انا رديت عليه في عدة فيديوهات وحاولت اساعده، وفوق هذا يرد علي بهذا الرد. والله هو مو كفو، واذا جاني تعليق ثاني منه راح احضره في القناة مثل ما حضرت بالامس شخص، واي شخص يقلل من احترامي راح احضره من القناة. والله اني ما يعني ما مهتم للقناة، انا اسويها يعني للناس اللي محتاجة العاب، ومسويها عشان انا استفيد اول شخص ويستفيد غيري. انا لما اشرح لعبة ابذل جهدي عشان اوصل لنتيجة مهمة، وفي العاب جاية قدام راح تكون يعني قوية وفيها اونلاين، يعني ما اشخاص ما راح يعني ما يتوقعوها، يعني كيف راح يكون هذا الشرح لهم. فخلونا نتابع يا شباب، ما علينا من هذا الشخص اللي دز الكومنت. اهو يرجع لنفسه بالاول، بعدين يجي يكلمني انا وانا راح ارد عليه. اذا اتطاول علي راح احضره من القناة، وراح احضر اي شخص يتطاول علي ويقلل من يعني شأني واحترامي في القناة. خلونا نتابع يا شباب، السموحة على طالة. طبعا راح نشوف اللعبة مع بعض شوي، وراح نروح على طول طريقة تحميل ثبيت اللعبة. طبعا اللعبة يا شباب تدعم اليد، تدعم الكيبورد، واللعبة جدا ممتازة. راح نكون مع اللعبة شيء بسيط، وراح نروح على طول عشان ما اطول معكم. Oh!
Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed, the city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs. Criminals in this city. They need something to fear. Shit! The hell did he go? طبعا هو الحين راح ياخذ عليهم واحد واحد وراح يتخلص منهم، بس لازم يكون بمساعدتك انت. يعني لما يعطيك امر انت تضغط من اليد او من الكيبورد وراح يعني يبدا اللعب. طبعا راح اخليكم في فضول وراح انهي اللعبه وراح اروح على طول لطريقه تحميل ثبيت اللعبه. طبعا راح احط لكم بالوصف يا شباب رابط، لما تضغط على الرابط تنتظر طبعا 5 ثواني وتضغط على تخطى الاعلانات. بعد كذا يا شباب راح يجيك الملف، تحمله من خلال المتصفح، راح يجيك مجلد مضغوط. لما تفك الضغط راح يجيك ملف التورنت. لما تحمل اللعبه طبعا لازم يكون عندك برنامج التورنت لتحميل اللعبه. بعد ما تحمل اللعبه راح يجيك المجلد كذا، تدخل على المجلد. اول شيء راح تثبت هذا البرنامج اللي هو الدايركت اكس اذا كنت مو مثبته من قبل. بعد كذا تروح وتثبت اللعبه من كلمه سيت اب، يعني اول ما تفتح وتثبت اللعبه راح تغير من هنا اللغه وتتابع نكس وتختار اللغه الانجليزيه اللي انت راح تلعب فيها، وبكذا تتابع تثبيت اللعبه وراح تثبت معك. بعد كذا يا شباب اللعبه راح تجيك على ايقونتين على سطح المكتب، ايقونه للويندوز 7. طبعا انا شغلتها من الويندوز 7، نظامي ويندوز 8.1. بامكانك تشغلها من اي ايقونه، اذا ما ضبط هذه الايقونه تشغلها من هذه الايقونه وراح تشتغل اللعبه معك. اتمنى يا شباب يكون الشرح واضح وبسيط لكم، واتمنى تعذروني على الاطاله في بدايه المقطع. حطوا لايك مفضل او نشر، واللي مو مشترك يشترك في القناه لان القادم افضل باذن الله. كان معكم اخوكم موسى من قناه جيمز ستيشن، واشوفكم على خير.